لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. ناس كتير على السوشيال ميديا يعني برضو خدت بالها من فكرة ان انت بتطلع من بلاي باك، فبتقول ايه او بترد على الموضوع ده ازاي؟ لا انا الناس كلها عارفة انا بطلع في التلفزيون معايا فرقتي وبطلع بشتغل لايف بفرقتي، بس على حسب الزبون لما بيطلب حسن بفلاش انا بروح له بفلاش، لما بيطلبني فرقتي بروح له فرقتي، واكيد مصر كلها عارفة ان انا بطلع على التلفزيون ومعايا فرقتي، ما فيش لقاء في التلفزيون من غير فرقة، انا طالع في اي لقاء في التلفزيون بطلع بفرقتي، انما انا على حسب الشغل. طب يا حسن لما بيتم ايقاف اي مطرب مهرجانات بيطلع يعمل حفلة وبيغني بلاي باك ليه كده؟ يعني انت طلعت من يومين في الساحل وغنيت لا. ما غنيتش رقصت بس ما غنيتش. انا دلوقتي النقابة وقفاني، النقابة وقفاني، انا بحترم القرار، النقابة ليها ان هما ان انا ولا امسك مايك ولا اطلع على الستيج تمام، انما انا جمهوري ناداني رحت واقف، كنت واقف على الترابيزه كمان مش واقف على الستيج، كنت واقف رحت طالع رحت مسلم على جمهوري ورحت ايه رقصت معاه شويه وخلاص، انما انا محترم قرار النقابه ولا مسكت مايك لغايه دلوقتي ولا اي حاجه. وتقول ايه لاستاذ هاني شاكر؟ انا بقول لاستاذ هاني شاكر طبعا احنا طبعا بنتاسف ليه وبنتاسف للنقابه وبنتاسف لجمهور مصر كله اللي سمع مننا اي ساعة، وان شاء الله مش هتتكرر. الوقف ده ياثر عليك فنيا يعني في الحفلات وكده ولا اللي ربنا عايزه بقى ولا يكون ان شاء الله؟ شكرا يا حسن. شكرا لا محترم. شكرا يا جدي. حسن تمام. رضا الوكيل عمله شده كبيره قوي. ثواني.